قسم الأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بالقصرين مهدد بالغلق بعد استقالة الطبيب الوحيد، ما أثار استياء الإطار شبه الطبي العامل بالقسم، لينفذ أعوان الصحة وقفة احتجاجية مطالبين بالتسريع في انتداب أطباء لقسم الأنف والحنجرة الذي يستقبل أسبوعيا ما لا يقل عن 50 مريض. نحن قاعدين مرضى يطالبوا فينا يا وليدي، راهو عاطين منين عارفين طبيب باش يخرج، علاش تقبلوا ما ترجعوش؟ معنا علاش ما تعطونيش حل، تجيبوا لنا طبيب تعملون؟ راهو ناس عباد ظروفها يعلم بها ربي، يطلبك لا تسيب ما تقول له، لا تسيب ما تحكي له، عباد عندها الحق. توا قاعده تستنى في لي رونديفو نتاعها، لا يزي لي رونديفو واصله 2023 وما فهم حتى حل. قبل عندنا زوز طب وما خلطنيش باش نكملوا الخدمة، ما كملتش، فما بالك توا جيبوا لنا طبيب، حتى طبيب واحد، حتى نهارين في الجمعة نحن بكلنا كإيكيب قادرين وعندنا الخبرة باش نجموا نعاونوه ونوقفوا معاه ونخدموا. ومن جهته أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني الشعباني أنه لا يمكن غلق أي قسم بالمستشفى مهما كانت الظروف، وسيقع قريبا التعاقد مع طبيبين من القطاع الخاص لتأمين عيادات خارجية للمرضى في انتظار انتداب طبيب قار. مزوز أطباء أبدوا استعدادهم باش يتعاقدوا مع المستشفى الجهوي بالقصرين، وثم اتصلنا بوزارة الصحة وثم طبيب إن شاء الله يعني يتم انتدابه في الجهة الصحية بالقصرين، وعارفين الشغور هذايا أثر سلبا على يعني على الاختصاص هذايا في ولاية القصرين. ورغم المساعي الحثيثة لتحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، إلا أنه ما يزال يسجل نقصا ملحوظا في أطباء الاختصاص، إضافة لنقص الإمكانيات والمعدات الطبية.